احنا دائما بنسجل على اساس اللي ما يقدر يحضر يشوف التسجيل. اكيد. احنا نحكي، احنا راح نبدا طيب بسم الله الرحمن الرحيم، كيف الحال، شو اخباركم، اهلا وسهلا جميعا. اليوم في محاضره حلوه من حمزه. حمزه هو ماركتنج اكسبرت، عنده 7 سنين خبره بشركه اوبن سوق، بس عنده خبره قبل هيك بشركات اخرى. هاي الشغله اللي بنعرفها عنه، هاي الشغله اللي ظاهره لمعظم الناس، ولكن الشغله اللي مش ظاهره لمعظم الناس انه هو هي از فود كريتيك، هي از فود بلوجر. فاذا بنسوي هون شير وبنروح على الحساب تبعه على انستغرام، بنشوف ما لذ وطاب من الاكل. فيعني اي حدا بده يسال حمزه عن ايش احسن مطعم، شو وين احسن برجر، احسن حلويات، حمزه از يور تو جو تو جاي. فحمزه اليوم هلا راح يحكي لمده 45 دقيقه عن اللينكد ان، بعدين بعديها ب 15 دقيقه راح ناخذ اسئله منكم وراح يجاوبكم عليها ان شاء الله، وبالاخر هيعطينا رابط كتابه كيف ننزل كتابه كهديه لكم. شكرا وتفضل حمزه. بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافيه جميعا. انا بتشرف اليوم اني راح اعطي محاضره يعني باستضافه استاذ خالد. ان شاء الله يعني اني اقدر اساعد الجميع، واكيد استاذ خالد كفى ووفى. انا راح اعطيكم يعني اشياء بشكل عام، وان شاء الله يعني انه نقدر افيدكم. انا اعرفكم عن حالي زي ما شرح لكم استاذ خالد. انا يعني خبرتي الاكبر كانت في اوبن سوق، عملت شغلات اشياء لي لحالي هيك بروجكت، كانت هي أو كنت اول شخص عملت حساب متخصص في الاكل، بعمل ريفيوز على يوتيوب على انستغرام. الحكي هذا من 2014 ايام ما كانت السوشيال ميديا هي ما في عندنا محصوره الا بوست على انستغرام او بوست فيسبوك، ما كان في ستوريز، ما كان في اشياء اخرى. بعدها يعني لظروف معينه مع الكورونا هاي اضطريت اني اوقف هذا البروجكت لفتره من ما ارتب اموري واولوياتي. اللي صار معي في لينكدين، الكل بيعرف انه مرينا في كورونا، كثير ناس ضرروا من كورونا، كثير ناس اشغالها توقفت، طلعوا من شغلهم، كثير ناس شركاتهم سكرت، عملوا لهم ترمينيشن يعني عشان الاوضاع كلها. ف كان في فترة يعني أنا شوي على لينكدين عندي كان كونكشنز، صاروا الناس يبعثوا لي، كان كفاية أغلبيتهم ناس خبرة سنة سنتين، صارت ناس تبعث لي إنه والله حمزة ممكن بس تساعدنا بشغلات، بس ندي أسألك على لينكدين. تكرر الموضوع على مرة على مرتين على ثلاث خلال فترة الكورونا، يعني بتحكوا شهر 6 و7 و8 الماضي. لاحظت إنه في الناس عندهم نحكي هاي ضعف في ثقافة لينكدين، مش كل الناس عندها لينكدين يعني تطبيق أو برنامج مستعمل بشكل دائم أو سهل الاستعمال. فقررت أعمل زي ريسيرش، بحث صغير، بعت لكم حدا من الناس اللي عندي الفريش من الكونكشنز الفريش، خذيتهم بعتوه لأصحابهم. والناس اللي عندي اللي هي نحكي الميد، يعني هم ما بين السينيور وجونيور بخبرتهم، أبعث لهم شوية هيك أسئلة وشوف شو أجوبتهم عليها. فبعد ما عملنا هذا الريسيرش المبسط اكتشفت أنه تقريباً يعني تحكوا أكثر من 70% للأسف مش فاميليار مع لينكدين، من ناحية الاستعمال، من ناحية الفهم، من ناحية كان يعني كيفية استعماله، تسهيله استعماله. واضح أنه كان في أشياء كثير مبهمة أو ضايعة بالنسبة للينكدين. وأكثر الأشياء اللي وصلتني أنه عمي لينكدين صعب استعماله، ما بنعرف كيف نستعمله، هم مفكرين أنه بس نحط صورتنا وخلاص بيجينا الشغل. فقررت من وقتها أعمل زي دليل، يعني هو كتاب مع دليل، أنا مسميه دليل، أشرح فيه عن لينكدين بشكل طريقة مبسطة جدا، الديزاين بسيط زي ما كنت بحكي للأستاذ خالد، إشي بسيط جدا يكون مناسب للكل. كنت فريش، كنت سينيور، كنت خبرة عندك 10 سنين، هذا الإشي راح يساعدك وبسيط إن شاء الله. ويعني هلا بس تشوفوه، بس توصلكم نسخة إن شاء الله، يعني راح يكون سهل لكل الفئات ولكل الخبرات الموجودة، سواء كنت تعرف عن لينكدين أو سواء كنت مستخدم جديد أو لا. راح أشير معكم سكرين
عشان نبلش فيها. طبعا انا قبل ما ادخل عملت جروب على للاردن، طبعا هي اسمها شواغر في الاردن. هاي الفتره اجت هي نفس الوقت اللي كانت موازيه مع فتره عملي للكتاب، كنت عم بشتغل على الكتاب وبنفس الوقت كنت شغال على جروب عشان الكل يتساعد فيها بلينكد ان. لاحظت انه الاردن ما فيها مكان الناس تدور فيه على شغل، ما فيها ناس يعني اوكي، في ناس من اشخاص نحكي بنشر على بروفايلاتهم على حساباتهم الوظائف، لكن هذا ما بكفي. ما لقيت، كان في عندنا كم من جروب زمان، اتوقع الاستاذ خالد بيعرف الاشخاص اللي سووها، للاسف وقفوا واهملوا الجروب هاي وما عاد بيشتغلوا عليها على لينكدين. فقررت اعمل هاي الجروب توازيا مع الكتاب عشان تكون الاستفاده للجميع. والجروب هاي اسمه شوارع في الاردن، بتقدر تشوفوا فيها وظائف يومية. معي أنا كمان اثنين نشيطين هم أحمد ومنى في الجروب، ننشر يعني تقريبا شبه يومي كل الوظائف الممكنة في الأردن. إن شاء الله يعني أي حدا بيقدر يسجل فيها ويستفيد فيها. حوالي هلا 12500 شخص، لها تقريبا سنة، فيعني إن شاء الله هاي يكون لأي حدا عم يدور، سواء كان فريش أو سينيور أو مدير أو دايركتر، يعني بتنزل فيها كل الوظائف. خلينا نبلش في الموضوع الأساسي أو اللي هو الكتاب. الكتاب أنا عامله لله، يعني هلا كان في أكثر من اقتراح. الناس لما كنت عم بتناقش هذا الموضوع كان يقول الناس طيب أنت ليش ما تعمله مصاري بيعه؟ أنا صراحة عملته هذا لله، لأنه الناس كانت كثير متضررة من الكورونا، كثير الطلاب كانوا متخرجين لهم فصل فصلين عم يدوروا على شغل، كان الوضع كله عم يساعد، وما أنا ما حبيت يعني أستغل هاي النقطة إنه استغل حاجه الناس في انهم يشتروا كتاب في وقت احنا اصلا يعني وضع الكل عارف الاردن كيف كانت عم تعاني من موضوع الكورونا والوظائف والشغل. فيعني انا عملته ان شاء الله للخير لكل يستفيد منه، وان شاء الله يعني اي حدا بده اياه لاصدقائه ولا معارفه ان شاء الله انا يعني ما بقصر معه. هلا الكتاب ممكن تلاقي شويه اختلافات، انا قائم على هلا على فيرجن 2، لانه انتم عارفين كيف السوشيال ميديا لينكدين فيه تحديثات كل تقريبا شهر شهرين بصير اشياء جديده. انا لما اطلقت الكتاب بعد شهرين او بعد شهر حتى طلعت الستوريات ستوريز، فما كانت موجوده هون. بعد فتره طلع شويه اشياء اضافات اللي هي التوكس اباوت، هاي ما كانت موجوده على وقتي، هاي لها كمان فتره قصيره. فيعني التحديثات لابد منها. الكتاب يعني بغطي ان شاء الله ثلاث ارباع الاشياء اللي الرئيسيه، الاشياء بتتغير يعني تكون بسيطه، وان شاء الله انا راح اساعد فيها يعني وبعدلها على الفيرجن 2. الكتاب اول شيء الكل بيعرف لينكد ان، الكل بيسمع بلينكدين بس ما بيعرف شو فائدته، وفاكرين انه بس احنا والله مجرد ما نسجل فيه راح يجينا الشغل على السجاد الاحمر وخلص الامور جاهزه. هو لا، الموضوع دائما بتيسير من ربنا، لكن نفس الوقت اذا انت ما بتشتغل لحالك وسواء مين ما كنت، ان شاء الله تكون انت فريش او تكون يعني شخص عندك 10 15 سنه، واكيد الاستاذ خالد وافقني في هذا الراي، الواحد يضل يتعلم ويضل يحسن في وضعه حتى يواكب متغيرات العصر. كل شيء عم يتغير، كل شيء الدنيا بتسارع عم تصير، حتى الشغل الفرص يعني اجت فتره فرص الوظيفيه كلها عم تقل. فاذا انت ما كنت شخص مميز حتى ظهورك على الاونلاين، ما تتوقع انه والله تجيك الوظائف على الشغل السجاد الاحمر وعلى البارد المستريح. فنحكي انا نبذه عن لينكد ان، كيف بدك تحسن، كيف بدك تعمل. الكتاب طبعا راح يكون فيه تفاصيل، انا راح احكي لك اشياء معلومات عامه خفيفه حتى ما يعني يصير في ملل وانت تحس في الاشياء. هلا اهم ميزه، شو اهم ميزه بلينكد ان؟ انتم بتقدروا تتواصلوا مع اي شخص في اي طبقه كانت، في اي كونكشن، في اي بلد، في اي شركه، تقدر تتواصلوا معه تتابعوه وتتفاعلوا معه. يعني موقع بسيط، وبنفس الوقت هو مش زي فيسبوك، يعني موقع تواصل اجتماعي لكن مش زي فيسبوك. وانا يعني اللي بلاحظ اذا بتشوفوا جرب حطوا بوست هلا على لينكد ان، حطوا بوست على فيسبوك، راح تشوفوا انه بوست لينكد ان عم يعطي ريتش عالي
لانه الجورثم تبعه كثير قويه، ولما يصير تفاعل على بوست معين بيوصل لاكبر عدد ممكن من خلال التفاعل اللي بيصير عليه. فحاولوا دائما هلا يعني تركزوا توجهاتكم اكثر على لينكدين حتى تفرق معكم، تشوفوا كيف، لانه هلا الفيسبوك عارفين هو موقع تواصل اجتماعي، لكن لا شغل يعني علاقات اجتماعيه، اصدقاء، اشياء، مزح، ضحك، لكن لينكدين لازم تكون جدي اكثر شوي، تورجي صورتك نحكي المهنيه لنا الناس، سواء كان في الأردن، سواء كان في أي بلد أنت فيها، سواء كان أنت كنت عم تدور على برا. في أشياء بسيطة بتبلشوا فيها على لينكدين بحسابكم، أنتوا بتفكروها بسيطة لكن هي فعلا مهمة، وللناس الخبراء ريكروترز أو اللي هم مسؤولين التوظيف بيطلعوا على أشياء بسيطة زي هيك. أو سواء كان أنت شغلك لما يكون الشغل بيتطلب أن يكون أنت pay attention to details، تنتبه للتفاصيل، هاي الاشياء هون بتبين على لينكدين، وهاي بتخلي احد النقاط اللي بتصير والله تسجل ان هذا الشخص نحكي معه ولا. اللي هي ايش؟ في الرابط دائما اللي هي عند الدومين لينكد ان، لما تفوتوا على حسابكم راح يطلع زي هيك لينكد ان كذا، بالاسم تبعكم. اغلبكم راح يكون هلا اللي مش عامل هاي الحركه راح يلاقي اسمه مثلا، ممكن ياخذ الاسم مقطعين مع حروف وارقام. هاي واحده من الاشياء اللي لازم تتغير تتحسن، تصير بتصفي اسم واحد مقطع او مثلا اندر سكور. شو فائدتها؟ هلا هي اول شيء بتحسن ظهورك على مواقع البحث اذا كان حدا عم يدور عليك، ثاني شيء انت لازم تكون انسان منظم على لينكدين، تكون انسان مرتب في كل نقطه، ما تترك اي تفصيل او شغله صغيره مش منتبه عليها. طيب هاي شو فائدة هالأشياء؟ هاي لما إحنا نحسن هاي الأشياء ونرتب لكم أمور، مجرد ما تدخل على بروفايل أي شخص، وأنا هاي نعطيكم مثال، عندي نفتح على بروفايلي، راح تحس أنت يا شخصيا خلاص أنت عارف شو الشخص اللي قدامك. ليش؟ لأنه أنا مثلا حاطط هون كفر فوتو شوية معلومات عن حالي، حاطط بالهيدلاين شوية معلومات، فالشخص اللي بيفتح هون خلص هو بلش يعرف عني أكثر، يعرف إنه أنا هذا الشخص اللي هون مختص في الماركتينج، مختص في السوشيال ميديا مثلا، فخلص أنت بصير نفسيا تعرف هاي الأشياء، وبناء عليها بنرجع. لكن دائما النظرة الأولى سواء لكان مسؤول التوظيف الاتش ار راح يطلع هون، تخيلوا هذا الحكي هون مش موجود، تخيلوا بروفايل من غير مثلا كفر فوتو، تخيلوا بروفايل من غير هيدلاين. طب انا ك اتش ار او مسؤول توظيف ليش احكي معك اذا انت مش معطي معلومات هون ومش مهتم؟ طب انا كيف بدي احكي معك؟ انا اصلا ما حمسني اطلع على بروفايلك. فدائما انتوا انتبهوا على التفاصيل، دائما هي التفاصيل اساس النجاح، ناس كثير بتستهين فيها لكن انا برايي هي شيء اساسي. الاشياء طبعا انا كل خطوه انا شارحها في الكتاب، شارح لكم كيف خطوه بخطوه كيف تعديلها وتحسينها، فذلك ما راح تستصعبوا شيء، ان شاء الله راح تكونوا يعني خطوه خطوه ماشيين فيها. كفر فوتو، انا شفت قبل فتره استاذ شرح الكفر فوتو يعني كفى ووفى فيها، لكن الكفر فوتو انا بعتبرها يعني هلا بهاي الفتره هي اساس اي بروفايل. مش معقول نيجي على البروفايل وتلاقوا بهاي الصوره، هلا هاي الصوره الطبيعيه لاي حدا ما عنده كفر فوتو، هاي باي ديفولت من لينكدين. ف مش منطقي انه انت شخص قاعد يدور على شغل وما تغير هاي الاشياء الاساسيه. طيب هاي شو فائدتها؟ هلا عمليا ما لها فائده، لكن نظريا انت بتحسن مظهرك او وجودك الاونلاين، وهذا بسموه اللي حكي السيلف براندنج على لينكدين، بيرسونال براندنج على لينكدين. شخص لما يكون منظم حاله ومرتب حاله شارح عن حاله بالكفر فوتو بطريقه معينه، ممكن انت برسمات، ممكن بشيء كلمتين خفاف، انا هون لانه اضطريت اشرح انه في اكثر من شيء، حاطط شهادات، حاطط اشياء ب اكثر من تخصص، فيعني هي تعتمد كل شخص لشخص، دائما حاولوا يكون تدوروا على شيء مرتب. في موقع اسمه كانفا، كانفا.com، بسيط جدا وسهل الكل يسجله، انا حطه في الكتاب كمان، كانفا.com، هذا سهل جدا للتعامل، بيسوي لكم ديزاينات بسيطه، فيه تمبلت جاهزه، فراح تتغلبوا. يعني الناس بتقول انا لا بدي مصمم بدي ديزاين، ما شيء بسيط جدا انا عملته عليه وبسيط، واكيد في غيري راح يعمل احسن واحلى منه. انا بالنسبه لي عملت هذا لانه انا بشغلي يعني باجتهادي الشخصي. فانتوا ما تفكروا دائما التفكير تحطوا حدود ليميتيشن لافكاركم او لنفسكم انه لا انا ما بقدر، لا تقدر عادي، تعلم، واحد يتعلم. الكتاب كامل انا عملته، والديزاين يعني انا بعتبره اقل من عادي بس بسيط،
عملته من حالي، تعلمت وخلص نمشي فيها يعني، ما تحطه دائما. انا بالعكس ضفته لخبرتي في التصميم، فالواحد لازم يضل يتعلم ويشوف شو في اخطاء يتعلم من غيره، فهذا الشيء مش عيب ابدا يعني. الواحد ممكن يصير عمره 50 ويضل يتعلم من اخطاء من الناس الثانيه، فهذا الشيء مش عيب. الكفر فوتو هي الشيء الملفت الجذاب لاي صفحه. اذا بتلاحظوا مثلا، هل عمركم انتم فوتوا على مثلا صفحه على فيسبوك اذا ما فيها كفر فوتو ما بتلفتكم انكم تكملوا فيها؟ نفس الشيء لينكدين، اتش ار او مسؤول توظيف او حتى شخص يعني مهتم بخبراتك، ممكن يعني يدبر لك وظيفه شغل. اذا ما انت ما كان بروفايلك ملفت ما راح يكمل، ما راح يفتح، ما راح تجي نفس انه يكمل. فيعني واحد من الاشياء اللي لازم تشتغلوا فيها هي الكفر فوتو. كانفا دوت كوم هذا هو شيء مجاني، في اشياء فلوس لكن يعني المجاني ممتاز بفيد. الشيء الثاني الصوره على لينكدين. دائما انتم، انا بشوف مرات يعني هذا واحد من اكبر الاخطاء في الاردن، انه احنا لينكدين لسه الثقافه فيه قليل. الناس ايش بيعملوا بالصور؟ ما في، بحطوا صورته يعني. بشوف البنات كمان اكثر شيء يعني عليهم التعليقات، البنات بحطوا صورتهم بحفله او صورتهم بكافيه او صورتهم بتحسهم كانين بطلعه او يعني مش شيء مرتب. سواء كنت شاب او بنت حط صوره، مش ضروري في بدله يا سيدي. ما انت كشاب ما بدك في بدله، حطها بصوره كاجوال قميص، يعني شيء يكون مرتب، تكون صوره واضحه، اهم شيء مبين وجهك، مبين ملامحك. ما تحط اشياء وانت في مثلا طالع رحله، طالع طلعه. نفس الشيء البنات حطوا شيء حلو رسمي يعني، مش في كافيه ولا اواعي سهره. هذا مش فيسبوك تلموا فيه لايكس، اصحابكم يكتبوا لكم كومنتات، لا، تكون انت هون بروفيشنال، لانه الشركات بهمها المظهر الرسمي لإلك، مش والله حفله او كذا. فهي الاشياء بتركزوا عليها. الهيدلاين هون بيختصر على مسؤول التوظيف او صاحب الشركه ثلاث ارباع المهمه في انه يتواصل معك او لا. ناس هون كثير بتركوها فاضيه للاسف. انا بنصحكم تعملوا هاي الطريقه اللي هي هذه الفواصل الصغيره اللي موجوده بين كل كلمه وكلمه او جمله. بتكتبوا فيها انتم مجالاتكم، شو انتم شاطرين، شو عم تشتغلوا، سواء كنتوا خريجين طلاب بتحكوا والله احنا ماركتينج ستودنت، والله انا لسه هلا خريجه مثلا، تشرحوا اشياء انتم شاطرين فيها، انجازات عملتوها مرات عادي تكون شهاده. مثلا في ناس زي ناس اخذين بروجكت مانجمنت ام بي اي، شهادات في تخصصاتكم، شيء هاي حلو حطيها هون. انا هون حاطط اخذ شهاده من فيسبوك حاططها عندي، فالواحد بيفتخر في هاي الاشياء، ويعني اشياء تكون لها وزنها. فدائما ما تهملوا هاي النقطه بالهيدلاين، ما تتركوها فاضيه، اشرحوا عن حالكم، لانه انتم هون يعني عم تحكوا لمسؤول التوظيف او الاتش ار انه انا الشخص المناسب للوظيفه اللي عم تدوروا عليها. لانه انتم عارفين هلا مسؤول التوظيف بكتب والله بدي ماركتينج مثلا، بكتب ماركتينج او بدي ماركتينج اكسبرت، بلش يطلع له. كيف بيطلع له؟ بناء على خوارزميه وعلى كلمات مفتاحيه في لينكدين، لانه زيه زي جوجل زي فيسبوك، كله في عنده الجوريثم، في كله شغال على منظومه كامله في البحث. فما تهملوا هاي الاشياء، اتركوها دائما يعني، انتبهوا على التفاصيل. كيف تغيروا في كل شيء؟ انا هيني تارك لكم اياها في الكتاب عشان كل شخص يدور عليها. انا عم بعطيكم بس اقلام رؤوس واقلام عشان تخلوها في بالكم في حال كنتوا عاملينها او لا. الخطوات طبعا هي كلها احنا في الكتاب نمشي عنها. في الخواص الجديده الاوبشنز من فتره يعني، اللي هي اوبن تو ورك، في حال كنت عم تدور على شغل او عندك موجوده هون، طبعا هاي اوبن تو، او عندك انت بتقدم خدمات، او انت اتش ار او مسؤول توظيف او اي شخص في الشركه بتدور على موظفين، تختار واحدة منهم، تختار عايش مثلا تدور على شغل، تحط شو كونتراكت بارت تايم، تحدد الاشياء هذه. شو فائدتها؟ بصير يطلع عندكم هون، اكيد الكل عم يشوف هلا، بيطلع اوبن تو ورك عند البروفايل بيكتشر اللون الاخضر. اذا كان شخص عم يدور على وظائف او عم يدور على ناس يوظفهم، راح تكون هايرنج باللون البنفسجي. فهي تعتمد على توجه كل شخص. فدائما اذا كنت انت شخص عم يدور على شغل، استعملوا خاصية الفايندينج ان يو جوب، تطلع لكم دائرة اوبن تو ورك عشان يعرفوا الشركات او اصحاب المسؤولية التوظيف انه والله هذا الشخص مهتم عم يدور على شغل. طبعا كل شيء موجود في الخطوات نمشي فيها. هلا في عندنا خاصية الاوبشنز، بتبلش الاوبشنز هلا لينكد ان بدك تعبي، كل ما عبيت ديتيلز اكثر
كل ما انت فرصتك بالظهور اكثر على نتائج البحث، وكل ما كان اسهل للناس اللي بدها تتواصل معك. طيب ليش؟ خلينا نحكي هيني انا عملنا خاصيه اباوت اللي هي اول شيء. شو فائدتها؟ انا هون بشرح عن حالي خبرتي الكامله بسطرين، هي نفسها انا بعتبرها الاباوت هي الاوبجكتيف في السي في، لكن هون معك بطريقه ارتب تشرح فيها شو عملت انجازات. يعني انا مثلا والله هون انا عملت جروب الفاكنسيز جوردن، عملت اللي هي الكتاب تبع لينكد ان، شهاده اللي اخذتها من فيسبوك، بكتب شو عملت اشياء بروجكتس ثانيه، شو انا بشتغل. هذا الشيء بيسهل كثير على الناس تتواصل معك، مجرد ما وصل لهون بقول خلاص هذا هو الشخص اللي بدنا اياه. فانتم دائما ما تهملوا اي تفاصيل، ما تتركوا بروفايلكم فاضي، مش حلو تعبات الفراغات، مش حلوه. ما تتركوا بروفايلكم والله ضايع، خلاص انا غيرت صوره وانا عم بستنى شغل، ما في تغيير. فيعني بدنا نشتغل على هذا الموضوع، تكتبوا عن حالكم بطريقه مختصره سطرين ثلاثه، عندكم شهادات اكتبوها، ما عندكم شوفوا بروجكتس اشتغلتوا عليها سواء كنتوا طلاب او ناس عندها خبره او دايركتورز او هذه، كل حدا مهما كانت خبرته لازم يعبي الديتيلز هاي. في خانه جديده، هاي طبعا كمان مستحدثه يعني مش كثير قديمه، اسمها فيتشر. هاي الفيتشر ايتمز هي هاي اللي بتحطوا فيها انجازاتكم مع ميديا، يعني مع صوره مع بي دي اف مع لينكس. فيعني واحد الاشياء الحلوه اللي بتعطي انجازاتكم بطريقه مرتبه، انا هون مثلا حاطط عليها الكتاب، هذا بوست نزلته وبتخلوه بين مدى الحياه، بيضل موجود الناس بتضلها تفتح. حاطط فيه مثلا درع من فيسبوك، حاطط مثلا اللي هي لينك اليوتيوب اللي انا اشتغلت عليه زمان. يعني هاي الاشياء انتم بتفيدكم بتخلوها، بتحطوا فيها انجازاتكم، بروجكتس، اشياء عملتوها، اشياء اشتغلتوا عليها، ملفته جدا جدا دائما. الاشياء هاي اتوقع الاستاذ خالد بيتفق معي، الفيديو هو هلا الكينج اوف كونتنت. كل ما كان عندكم اشياء لها علاقه بفيديوهات حطوها، الصور دائما الصور بتاخذ بتجيب اتراكشن ولفت اكثر من التكست لحاله. فحاولوا دائما اشياء تحطوها بالفيتشر تكون لها صور او لها شيء يوديكم على فيديو، ما تتركوها بس تكست او كذا زي هيك. فهي الاشياء الممتازه جدا بلينكدين انها بتبرز ظهورك ونشاطاتك وابرز انجازاتك نحكي في هاي الفتره. نيجي بعدها على اشياء زي الداشبورد اللي هي بورجيك انت كم ظهور، كم حدا دور عليك. اتوقع الكل كبس عليها شاف، مين شاف بروفايلك. ما بيعطيكم طبعا كامل التفاصيل الا اذا مشتركين بالبريميوم اللي هي لينكد ان الشعار الذهبي. فيعني هاي الاشياء بسيطه، يعني اتوقع مش بحاجه. هلا الاشياء الاساسيه اللي هي اساس لينكد ان كلها، وين ببلش؟ في الاكسبيرينس. خانه الاكسبيرينس هاي هي الخانه الرئيسيه اللي خلص نحكي الكونكلوجن الملخص تبعك في لينكد ان. اذا انت تاركه فاضي هذا كل اللي اشتغلناه فوق راح الفاضي. ليش؟ لانه انت مش معقول كمان تحكي له والله انت شغال ماركتينج في اوبن سورس بس مش كاتب عن حالك شيء، شو بتعمل؟ طب انا شو استفدت؟ كيف انا بدي كمسؤول توظيف اتواصل معك وانا مش عارف انت شو عم تشتغل اصلا في على سبيل المثال في اوبن سورس؟ دائما ما تتركوا شيء فاضي، التفاصيل اللي بتشتغلوا عليها كامل معلومات من اول ما بلشتوا شغل لا أجدد إشي، ما تهمل ولا نقطة. لأنه وقت تيجي تشتغل أو تقابل راح يسألوك أنت وين اشتغلت، وقبل هيك راح يكونوا عاملين أوتت وتشيك على بروفايلك على لينكدين خاصة إذا كانوا متواصلين معك من خلاله. فما تتركوا هذا الإشي فارغ، هي أهم خانة بتشرحوا شرح كامل إيش عم تعملوا بطريقة مرتبة. طبعا عم بشوف ناس بكتبوا هيك فقرة زي كأنها فقرة إنشائية، هي غلط. انت كمان بدك تلفت نظر، بدهم يشوفوا انه انت انسان مرتب، شخص مرتب منظم في كتابتك في تنظيمك لبروفايلك، بيعرفوا انه هذا الشخص هو اللي بدنا اياه. تتركوا فراغ بين كل فقره وفقره، بين كل سطر وسطر، طلعوها بطريقه مرتبه عشان تكون ملفته للنظر. دائما العين هي اللي بتاخذ نحكي النظر الاولى او الانطباع الاول. الخطوات كلها انا شارحها، ان شاء الله يعني ما راح تتغلب في حال اي حدا عنده مشكله. في خانات ثانيه احنا حلو تشتغلوا عليها زي التعليم الادوكيشن، طبعا هي شيء اساسي، حطوا وين درستوا وين تخرجتوا. الشهادات يعني مثلا هاي ورجيكم ننزل عند الشهادات، الاشياء الحلوه تكون خاصه الاشياء نحكي الموثقه،
تحطوا فيها لينك الشهاده مثلا، مرات معه سي بي اي سي ام اي، فيها اشياء كل شيء كريدنشال، هاي الاشياء حلوه عشان انت توثق الشهاده. بشوف ناس كثير بكونوا كاتبين انه انا فيسبوك انا جوجل انا ابصر شو، فعليا افتح بروفايله لا حاطط لينك ولا حاطط شيء، بس هو انه حاطط تكست. فيعني انا لما اجي اطلع عليك انت سواء ماخذ بروجكت مانجمنت او غيره، اذا انت مش حاطط كريدنشال انا كيف بدي يكون عندي تراست معك واصدق انه انت معك هاي الشهاده؟ وانا مش شايف لا كريدنشال لاني اشوف انت عن جد اخذت الشهاده هاي او لا. الكريدنشال طبعا لينك بوديكم على موقع توثيق الشهاده حسب الجهه المعتمده، فحطوا الاشياء كامله شو ما كان عندكم. وانا برجع بحكي انه هاي لكل الفئات العمريه والخبرات كلها، سواء فريش جونيور سينيور، هذا كله بفيدكم. ما تتركوا شيء، حتى الخبرات التطوعيه ما تتركوها فاضيه. فيعني لينكد ان كثير مفيد، راح تلاقوا منه شغل. انا بتحدى اي شخص يعني بحكي لي، بشوف كثير دائما بوستات سلبيه للاسف، انه بكتبوا بوستات انه لينكد ان يعني عباره عن موقع بس للشهره، بس الناس عشان تحط جوب بوست ويطلع اخر شيء حكي فاضي. لا بالعكس، لينكد ان على تجربه شخصيه، من وقت ما حسنت بروفايلي اشتغلت عليه شفت فرقت كثير، صارت ناس تتواصل معي كثير، صار والله ابلكيشنز اسرع، تصير لها اولويه. وهلا راح نوصل لكم للجزء الاحلى في لينكد ان، وهو اللي فيه شويه تريكس يعني نشتغل فيها. ما تهملوا، انا صدقا يعني اي حدا بدور على شغل على لينكد ان هو الطريق اللي بجيب لك اياه، وباسهل طريقه. هلا الدنيا كلها عم تتغير، عم تشوفوا كل المقابلات عم تصير على زوم، كلها على اشياء المقابلات اونلاين، التواصل كله اونلاين، ما عاد في مقابلات اوفلاين زي زمان، نسبتها كثير قلت. فيعني اذا انت بدك تكون مجهز حالك ومجهز امورك. هلا في عندنا شغله دائما هي هاي الناس ما بينتبهوا عليها، لانه هي جاي اخر شيء ب السكيلز. هاي الخانه اللي هي موجوده هون سكيلز، هي هاي تعتبر يعني انا بعتبرها الكنز. طيب ليش؟ شو فائدتها؟ مسموح لكم تكتبوا 50 كلمة related لشغلكم، وانتم حرين بكم تكتبوا بكم تكتبوا هذا الشيء برجع لكم، لكن انا دائما بفضل يكون شيء related لمجالك. ليش؟ هلا راح نشوف في هذا الحكي اللي انا موضحه في الكتاب. ال 50 كلمة انتم بتختاروا شو بدكم، انا طبعا هون مختار اكثر 50 كلمة او تخصص له علاقة او انا اشتغلته من قبل، زي الايفنت مانجمنت، زي البراند مانجمنت، ماركتنج، استراتيجي بي تو بي، فود اند بفرج، يعني الاشياء اللي لها علاقه فيي اتركها. لكن راح نلاقي في اشياء انا يعني تحسوا انه انتم مش مزبوطه. طب ليش انت كاتب مايكروسوفت وورد؟ ليش اكسل؟ انا بعرف الوورد اكسل. طيب هاي ليش كاتب تيم وورك مثلا؟ طيب هاي انا راح اجاوبكم عليها وتشوفوا الفرق فيها، بس اورجيكم ان شاء الله. هاي نبذه انا اللي كاتبه. طيب انا ليش كاتب هيك؟ في لينكدين لما تيجوا تدوروا على شغل، طبعا تكونوا مشتركين بالبريميوم عشان تبينكم هاي التفاصيل، لكن انا تيجوا نقدم على شغل راح يطلع لكم تلاحظوا انتم مثلا مرات يطلع لكم انه انت هلا في مثلا 130 شخص بتقدم. طب انت المشكله ما بتعرف الابلكيشن تبعك لما قدمته شو رقمه، طب كيف اولويته؟ تكتشف بعدين انه والله في كلمات مفتاحيه بحطها صاحب الشغل اللي هو اللي بحط الجوب بوست، اللي هو انا بقصده هون لما الناس تنشر هاي اللي هي بالجوبس، مثلا هاي نحط عمان جوردن يطلع لنا اشياء ماركتنج مانجر في شركات كلها في الاردن. تطلع هون انه والله هاي انا بيعطيك مجال انه compare yourself to 168 applicants، يعني في 168 واحد مقدم. إذا قدمت أنا أحب أشوف أنا وين ترتيبي. هلأ طبعا لازم أكون مشترك بالبريميوم اللينكد إن الذهبي، هذا اشتراكه كمان بسيط مش كتير، له عدة فوائد هلأ بشرحكم عنها. وبنفس الوقت بيعطيكم شوية أشياء حلوة، وأي حدا ما اشترك فيه بحياته أول شهر ببلاش، فاستغلوه وتشوفوا فيه أشياء حلوة هلأ بنفوت عليها. لما تكونوا مشتركين ونحكي إنه أنا قدمت على هاي الوظيفة وبدي أكبس هون، احط على البريميوم اني اكون مشترك، بدي اشوف حالي انا وين، راح تلاقوا هاي التفاصيل. انه والله انت حسب خوارزميتك او الالجوريثم اللي على بروفايلك، انت بالنسبه لهي الوظيفه الباست اكسبيرينس والكرنت رول اللي انت فيه، يعني هلا شغلك الحالي ومهاراتك اللي انت كاتبها، انت من التوب 10% من 570.
يعني اضربوا نسبة تناسب بطلع أنا من أول كم عشرة من هاي النسبة. طيب على أي أساس؟ في أشياء هاي أنا هاي واحدة من التركس اللي حلو أنتم تلعبوا عليها وبتفرق معكم كثير على لينكدين، بتقدروا تلتفوا فيها على لينكدين. في كلمات مفتاحية، هاي هي أنا بعد يعني طبعا بعد دراسة مدة شهر تقريبا، وعلى كل وظيفة كل وظيفة أفتح وأشوف كل وظيفة شو كاتبين وشو عاملين، مسؤولين التوظيف او اصحاب الشركات لينكدين بيقترح عليهم هاي الكلمات زي تيم وورك، ليدرشيب، مانجمنت، ماركتنج، استراتيجي. هاي كلمات سيلز مثلا، تيم مانجمنت، هاي الكلمات بحفظوها الشركات وبيعطيها لينكدين سجستشن. شو فائدتها؟ لما انت تكون معبي هاي شايفين اذا اكيد شايفين هون هاي عندكم اياها 10 من 10 توب سكيلز. طيب هاي كيف اجت؟ احنا هاي بنحطها باي ديفولت عندنا بالسكيلز اللي هي هلا ورجيناكم اياها بالبروفايل، حطينا تحت اخر شيء هاي موجوده كلها هون حطيتها، وبناء عليها الالجوريثم تبع الخوارزميه تبع الفيسبوك اخذت هذا الارقام والكلمات الاحصائيات اللي انا كاتبها واعتبرت انه انا عندي 10 من 10، وبالتالي انا الاولويه بتصير بتنط لاول نسبه زي ما هو مبين انه هون انا توب 10% الجوثم للفيسبوك. فبيجي والله مسؤول التوظيف بيفتح بلاقي اوف هذا الشخص بروفايله من الاوائل طالع، طيب معناته هذا شخص مميز حسب ما فرض لي اياه لينكدين. والله بتلاقون فرصه توظيفكم اعلى، فرصه مقابلتكم اعلى، فرصه اتصلوا فيكم اعلى، وهذا كله بيفرق معكم. لما انا يجيك زي هون 570 واحد وانا اطلع من التوب 10% معناته انت بروفايلك واصل اعلى ليفل يعني من التظبيط جوا لينكدين، وهذا الشيء حلو. وهلا راح اورجيكم شغله اكثر في تفاصيل عشان تعرفوا فيها. هنوصل بس هلا البريميوم اللي كل هذا يمكن اللي ما اشترك في حياته بالبريميوم راح يلاحظ انه في اشياء رايحه عليه من اي ناحيه، من تفاصيل الوظيفه وبنفس الوقت في عندكم اشياء باللينكد ان ليرنينج، هاي مكتبه كامله تصيروا تاخذوها ببلاش، دروس حلوه بتفيدكم جدا، طبعا كلها بالانجليزي بكل التخصصات. فيعني هاي شغله الاشياء الحلوه استغلوها شهر معكم شهر ببلاش اللي ما اشترك بحياته، وبعدها الاشتراكات بسيطه تصفي اولويات كل شخص شو بيحب. شو فائدته؟ بيعطوكم كل شخص كم حدا او مين كل حدا زار بروفايلك بالتفصيل باخر 90 يوم. بيعطيكم كمان رسائل مباشره، مرات تلاحظوا تفوتوا على ناس ناشرين وظيفه بس ما بتقدروا تبعتوا لهم رساله. هاي الاشي بحل لكم اياها لينكدين بريميوم عشان تتواصل مباشره مع مسؤول التوظيف، صاحب شركه، اي شخص مش قادرين توصلوا له تقدروا تبعتوا له مسج. والله مرات تعرضوا خدماتكم، مرات تكون مثلا تسالوه عن وظيفه معينه او يعني اي استفسار ثاني. طيب هلا البريميوم ما نشوف فائدته لما ورجيكم انا فوق مثلا، هاي ورجيكم هاي مثال ثاني، انا هون كنت توب 10% من 1290 شخص متقدم على وظيفه. تخيلوا انتم تقدموا على وظيفه بنقدم عليها 1200 شخص وانتم تطلعوا توب 10%، يعني انتم من اول كمان 20 30 حدا، هاي فرصتكم بتكون عاليه جدا اكيد. والله اللي رقم طالع والله نحكي 300 مش زي اللي طالع 50، فرصته تكون اضعف او 300 في المقابلات او اجراء الاتصالات. طيب هاي كيف سببها وهاي كيف تطلع؟ هاي على البريميوم، البريميوم بيطلع لكم كافه التفاصيل. طيب انا قدمت على هاي الوظيفه طلعت انه انا هاي الاحصائيات معبي الكلمات المفتاحيه، هاي لاحظوا هاي وظيفه ثانيه يعني هذا جوب بوست ثاني ونفس الكلمات المفتاحيه، لذلك انا بطلع 10 من 10 توب سكيلز. لذلك الكلمات المفتاحيه هم حوالي يمكن 20 كلمه تاخذوهم من الكتاب مثل ما هم كوبي بيست في خانه السكيلز ببروفايلكم وشوفوا كيف راح تفرق معكم. وبنفس الوقت بدكم تلعبوا، ما هي خوارزميات في النهايه وخواص بحث زيها زي جوجل زي يوتيوب زي كذا، بدكم تلعبوا في الكلمات المفتاحيه، الهيدلاين يكون في الكلمات نفسها موجوده بالاباوت، نفسها موجوده بالشرح بالاكسبيرينس الشغل اللي خانه الاكسبيرينس، يعني بدكم تلعبوا هذا الكلام مزبوط لانه هي خوارزميه وانتم بنهايتكم تشتغلوا مصلحتكم. ولينكدين هلا حاليا لسه ما صار في عنده الجوثم صعبه زي فيسبوك، فاستغلوا هالفرصه وحاولوا اوصلوا للهدف اللي بدكم اياه، لانه ما بتعرفوا التغييرات كيف بتصير كل فتره وفتره. فنيجي مثلا على هاي خانه التفاصيل، لما نيجي نقارن مع الناس المتقدمين بيعطيكم والله كم حدا هون في الادوكيشن، كم حدا
قدم على هاي الوظيفة حامل بكالوريوس، كم حدا حامل ماستر، سينيوريتي ليفل. شوفوا يعني مرات إشي سينيوريتي بتلاقي مقدم عليها ناس انتري ليفل، ناس ممكن عندهم خبرة سنة متخرجين جديد، يعني غريب الناس عندنا بقدموا على إشي، لكن بتشوفوا إحصائيات حلوة وبتعرف أنت وين موقعك. إذا كان في عندك إشي ناقصون يطلع 8 من 10 بتضيفهم. إذا كنت شفت إذا أنت الباست إكسبيرينس أو السكيلز مش متطابقه مش معبيه كان يطلع لك هون مثلا 3 من 5 2 من 5 تعرف انه في شيء غلط عندك لازم تغير. ف هي فوائد الممتاز حلوه بيعطيكم اياها هون تفاصيل عن كل شركه. تفتحوا اي صفحه اي شركه، بيج لاي شركه، تلاقوا التفاصيل كامله لهي الشركه، ناحيه الجروث قديش فيها موظفين، كيف النمو عم يصير فيها، أشياء كثير حلوة وإحصائية. الناس بتحب الإحصاءات، بدها تطمن على شركة بتقدم عليها، بتشوف هذا الحكي موجود للبريميوم. طبعا الأشياء الثانية أنا بدي أحكيها إنه يعني أنتم ما تحاولوا لينكدإن موقع زي فيسبوك إنستغرام، ما تنشروا أشياء مثلا فيها أشياء مضحكة أشياء كذا، لا أنت هون مكان مهني علمي، أنت عشان هون تشارك الناس خبراتك أو آسف بالغلط. تمام، ما في مشكلة. فأنا بحكي لكم هلا اللينكد إن مش زي فيسبوك، هذا موقع مهني، حاولوا تتابعوا الناس اللي بنشروا معلومات من مجال تخصصكم، دائما كونوا اعملوا علاقات مع الناس من مجالكم، خلي عندكم دائما لما إذا بدكم تنشروا محتوى حاولوا يكون المحتوى مفيد، ما تنشروا أشياء يعني خارج عن إطار المهنية. لينكدين لازم تكون جدي، أنت ممكن تكون شخص لطيف، تكون شخص بتنشر أشياء بتضحك في كل مكان، لينكدين إشي مختلف، بدك تكون جدي شوي، بدك تعرف كيف تتعامل مع لينكدين. طبعاً هلأ أنتوا عملتوا البروفايل، صار بروفايل كامل جاهز، بس لسه ما عم يجيكم شغل، ما عم تلاقوا حدا يبعث لكم. طبعاً هذا إشي طبيعي لأنه أنت مش أنت الوحيد اللي موجود على لينكدين في الأردن، مش انت راح يجوك والله السجاد الاحمر، هذا الموضوع كله بده شغل. ناس كمان اول شيء هو التيسير من ربنا، لربنا بده ييسر لك شيء انت بدك تشتغل عليه عشان تتيسر امورك، لذلك انت بتعبي كافه تفاصيلك كافه المعلومات، ما تترك اي شيء مش فاضي على لينكدين، اي شيء فاضي على لينكدين ما تتركه، خلص هاي الامور، اعمل ابلود للسي في، تابعه اول باول متابعه يوميه. يعني انا مثلا الاشخاص اللي كانوا عم يدوروا على شغل على لينكدين كنت انصحهم انت كل يوم افتح لينكدين وقعد عليه ساعه زيه زي فيسبوك وانستغرام، لكن هاي الساعه بتدور فيها على شغل، تعمل فيها كونكشنز مع ناس من خبرتك من مجالك، تتابع فيها صفحات او جروبات عم تنشر اشياء معلومات معينه مفيده. ما تحط لينكدين والله بس انا بفتح بقدم على جوب او على وظيفه وبطلع، هذا شيء كثير غلط، لانه لينكدين هو اللي خلاص صار شيء مع الكورونا مع الاوضاع اللي عم نمر فيها، خلاص هذا صار شيء اساسي بحياتنا، فما تتركوه. دائما يعني هي صفحتك الشخصيه، انا هي حطيتها الجمله، هي واجهتك قدام شركات التوظيف والمدراء، دائما اللي بتكتبه هو بيعبر عن شخصيتك، ما حدا يحكي انه والله انا لا هاي رايي وهذا هو اراء الشركه. لما انت بدك تعلن عن حالك او تكتب عن نفسك انت بتعبر عن شركتك، خلص سواء كنت عم تشتغل فيها او بدك تشتغل، الناس راح تطلع على الحكي. اذا والله ارائك تكتب اشياء مش مزبوطه او ارائك كثير بتعمل مشاكل، فبقول لك لا احنا ما بدنا هذا الشخص، بدنا شخص متوازن عقلاني عارف كيف عم يكتب وشو عم يسوي في اليوم. هذا هو الكتاب بشكل عام، انا ما حبيت افوت بتفاصيل كثير، اعطيكم رؤوس اقلام وان شاء الله كل التفاصيل مغطيه في الكتاب. اي حدا بده يسالني سؤال خارج المحاضره اللي بعدين انا موجود على لينكد ان، البروفايل كمان موجود، ان شاء الله يعني اكون ما قصرت وما طولت عليكم في هذا الشيء، ويعطيكم الف عافيه يا رب. شكرا حمزه، شكرا على هاي المحاضره الرائعه جدا، والكتاب مجهود فخم كتير صراحه حبيته. واللي حاب يسال اي سؤال يرفع ايده والتك ناخذ الاسئله بالدور ان شاء الله، فاللي عنده سؤال يرفع ايده، اللي ما عنده سؤال بتريحونا انا وحمزه. عندنا اول سؤال من عامر، تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام. شكرا استاذ فهد. فن استاذ حمزه عرض موفق. سؤالي صغير، سؤال صادق يعني طرح لي. صوتك راح. صوت طالع ولا لا؟ راح. اوكي عامر، ما سمعنا السؤال، ممكن تعيده؟ تمام. كنت عم اقول في البريميوم وفي السيلز نافيجيتور بالنسبه للينكدين. الصوت واضح؟ تمام. تمام سامعك. تمام. ف انا يعني اللي فهمته بالمحاضره هي والمحاضره السابقه ان السيلز نافيجيتور هو المهم في موضوع السيرش، يستحلك كثير مجالات السيرش، بينما البريميوم بيعطيك خيارات بصفحتك في التخطيط. فهل هذا هي تصور صحيح ام لا؟ طيب هلا شوف، انا عشان افصل لك شغله، السيلز نافيجيتور هو اكثر بفيد جماعه السيلز، يعني اللي بفيد السيلز بيشتغلوا في السيلز بفيدهم، لانه فيه اوبشنز واشياء خاصه يعني بنحكي ريليتد لهم. انا مثلا كشخص من الماركتنج مش كثير راح يفيدني هذا الشيء، ومش هو نحكي ما بيعطيك نفس الفيتشرز او الميزات اللي بيعطيك اياها البريميوم لبروفايلك الشخصي. فلا، برايي انت اذا ما بتشتغل بالسيلز خلي توجهك، لانه السيلز هذا يعني عالم نحكي مختص اكثر للسيلز. البريميوم بيعطيك فوائد بيعطيك احصائيات للشركات، بيعطيك احصائيات مثلا زي ما ورجيتكم للسكيلز، للمهارات، انت وين بالنسبه للمتقدمين، فيعني تختلف شوي عن السيلز. هاي هو انا السيلز مانجر فهيك عم بسال. فمشان هيك، لا هيك اشوف السيلز نافيجيتور، وهذا راح يفيدك اكثر في عده مجالات. انا ما شرحته بالكتاب لانه قلت عشان ما نحصر على السيلز بس، يعني هو بفيدك كثير، سواء كان بالفيتشرز اللي عاملينها سواء كان عندك تيم او انديفيدجوال افراد. فلا يعني هو شوف كل شيء مختلف عن الثاني، لكن اذا انت بدك تفوت موضوع السيلز والترتيب اكثر يختلف تماما عن فيتشرز ببريميوم اللينكدين بريميوم العادي. تمام. وممكن طبعا اذا بده واحد يتوسع باللينكدين ياخذ بريميوم، يعني هي غير السيلز طبعا، لو بياخذ بريميوم حتى يتوسع بموضوع التوظيف. 100%. هلا بريميوم يعني شوف، اذا كنت بريميوم لا يعني انه انت راح تجيك وظيفه اسرع او تتوظف اسرع، لا، لكن انت بيصير عندك احصائيات وشويه ميزات زياده، زي انت تدخل على المكتبه التعليميه تبع لينكدين مجانا، بصير مثلا تقدر تتواصل مع ناس ما بتقدر تتواصل معهم بالحاله العاديه، بتشوف احصائيات على الوظيفه اللي بتقدم فيها، يعني اشياء حلوه في حال انت كنت يعني مهتم تشوف احصائيات وتحسن ببروفايلك بناء على هاي الصورة اللي راح تطلع لك. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. أنا عامر. محمد أبو زيد تفضل. يعطيك العافية خالد، يعطيك العافية حمزة. سؤال صغير اللي هو الفريش كيف ممكن يثري محتوى اللي هو الاكسبيرينس؟ طيب هلا بالنسبة للفريش، أنا حطتها هي كمان في الكتاب، يعني ما أهملت النقطة لأنه كان كثير ناس يتواصلوا معي فريش ولسه يعني ما عندهم خبرة والإكسبيرينس وورك لسه ما عندهم. فأنتوا بتلعبوا في عدة أشياء، أول شيء أشياء تطوعية اشتغلتوها، مشاريع داخل الجامعة اشتغلتوها. أكيد ما دخل عندي طالب جامعة 4 سنين لا شارك بإيفنت لا شارك بأنجز مشروع، يعني مستحيل ما عمل شيء. مشاريع التخرج تنزل على الفيتشر، الهيدلاين بتكون انت كاتب انك فريش بدور على شغل لوكينج فور مثلا عده مجالات فيت، فعندك خانه هيدلاين، خانه الفيتشر تنشر فيها اشياء تطوعيه، مشاريع، ممكن انت تنشر ابحاث عملتها. هاي بالنسبه للاشياء اللي تعبيها. طبعا اكيد البروفايل بدك تعبيه، والاكسبيرينس حكينا حيضل فاضي انه انت لسه فريش، وبتحط اوبن تور، ونفس الوقت بدك تصير تتفاعل مع الناس اللي هم من مجالك، ناس المعروفين، تعمل كونكشنز. تقريبا كل يوم 4-5 اعمل اد ل اتش ار او ريكروتمنت في مجالك. مثلا انت كنت بتشتغل محاسبه،
بتدور مثلا على شركات بتشغل ناس عندهم محاسبين، شركات تأمين، بنوك كذا، بصير اعمل كل يوم 4-5 دقائق لكونكشنز من مجالك عشان تنمي الدائره اللي عندك، تكون دائره مهنيه، ما يكون ناس عشوائيين، يكون ناس من ضمن مجالك، تصير تتواصل معهم عادي، تحكي لهم انا فريش، عندي بوتنشال عالي، يعني انا اشتغل معكم. فيعني الواحد يجرب وتواصل، مش عيب ابدا، يعني لينكدين هو موجود لهي الاشياء. وزي ما حكيت لك، ركزوا على الفيتشر كفريش، فيتشر خانه الفيتشر هاي ممتازه جدا، تنشر عليها كل شيء، والاشياء الايفنتس او الاشياء التطوعيه، يعني كل حدا بيكون عامل شيء في حياته الجامعيه. سلم ايدك، شكرا يا دكتور. الله يعافيك. خلصنا؟ ما في اسئله؟ اي حدا عنده سؤال ثاني؟ عبير، بهاء، محمد، ندى، عايدة، سارة، منى، ناصر، اللي ممكن يعني ممكن تكتبوا السؤال إذا بدكم، ما بدكم تحكوا بالمايك ممكن تحطوه بالشات، إذا بدكم مش أنا بسأل بطلع سؤال بعدين. طيب أنا مش شايف إنه في أسئلة. أوكي حمزة، كيفك؟ تمام. هلا احكي لي بالنسبه للينكد ان، ايش اكثر شيء الواحد ممكن، يعني هلا احنا حكينا عن موضوع الحساب، كيف الواحد انه يسوي اعدادات الحساب بطريقه رائعه جدا. طب بالنسبه للمحتوى، اذا حدا بده ينزل محتوى، ايش انواع المحتوى اللي هي ممكن تجيب تفاعل عالي على المنصه؟ شو بتنصح؟ وكمان لما بدنا نتواصل مع اشخاص، يعني مثلا بدي اتواصل مع مدير توظيف بشركه انا حابب اشتغل فيها وايش زي هيك، ايش افضل طريقه اني اتواصل مع هذول الناس؟ هلا هو هذا السؤال انت لازم تجاوبه لان انت ملك المحتوى. لكن هلا شوف، انا اللي بلاحظه، اتوقع انك انت مره ذكرت هذا الشيء، انه الالجوريثم تبع لينكدين كثير اقوى من فيسبوك هلا حاليا من ناحيه التفاعل. فأنا بشوف دائما البوستات المؤهلة، مشكلة للأسف إحنا السلبية عندنا منتشرة أكثر، البوستات السلبية اللي عم تجيب تفاعل عالي جدا في لينكدين. فإذا بدنا نشيل زاوية السلبية، دور دائما على البوستات اللي فيها مثلا فيديو. أنا سمع الفيديو لكن قليل لسه على لينكدين، ما بحس يعني في الأردن تحديدا، بس عم بشوفها برا، الناس اللي برا بنشروا كتير فيديو فبتجيب عليه تفاعل. هلا إذا كان شخص عم يتوظف بده ينشر عاد معلومات من تخصصه، يعني أنت مثلا تعطي استشارات في مجال الماركتينج، السوشيال ميديا، ناس مثلا نحكي فريش، راح يصير ينشر والله أشياء ضمن مجاله، ممكن على انفوغراف، يعني ناس كثير تحب على لينكدين، تحب نحكي معلومات تفصيليه، انفوغراف تفاصيل، شويه رسمات فيها. انا مش مع التكست يعني دائما يكون محتوى يكون بصري، دائما اقوى بيكون بالريتش وبالتفاعل. للاسف دائما التكست دائما يكون بوست سلبي، يعني بشوف على لينكدين كل ما اشوف شيء تكست بيكون يا حدا عم يشكي على لينكدين او على طريقه التوظيف، فيعني مش كثير بفضل دائما التكست. حاولوا دائما يكون واحد في ميديا في الموضوع، صوره، فيديو، ممكن مرات عده صور، سلايد شو، يكون مثلا تريكس، اشياء معينه في موضوع مجال معين، معلومات عامه، يصير واحد كل واحد يعني والله طبيب، محاسبه، يصير بالعكس هو ينشر معلومات من تخصصه ويرمي هالمحتوى، يرمي هالمحتوى، لانه هذا ممكن شوي شوي مره على مره يصير يجيب تفاعل، يجيب ناس كونكشنز، الناس تصير تهتم، الفولورز انا عندي زادوا هيك مره واحده، صارت الناس تهتم، صرت انشر وظائف، نشرت الكتاب، صارت الناس يعني تشوف انه الشخص هذا بنشر محتوى بيفيدني فبتابعه. فاي هيك مره على مره زي السنوبول، كره الثلج، تبلش صغير شوي شوي بدك تكبر، ما في شيء بكبسه وما في شيء سحر بصير يعني. حلو، في عندنا سؤالين، في سؤال من صبحي بعدين دعاء، وفي سؤال من عبير مكتوب، فاذا بتسمحوا لي صبحي ودعاء شوف السؤال المكتوب اول. عبير عنده سؤال عن المحتوى، ممكن أعمل تلخيص لأي موضوع قرأته عن النت أنشر على اللينكدين، وهل يجب ذكر المصدر مع رابط المقالة الرئيسية رغم أني غيرت أسلوب عرض الكتابة المحتوى؟ يعني أنا حابب أنا أجاوب بس بدي أخلي حمزة يجاوب. تفضل. هلا أنا هاي الأشياء أنا بفضل دائما، هي بتصير فيها مشكلة يعني شوية تاتشز ومشاكل، فبفضل أن تكتب مثلا هلا مرات
في تعديل بالكتاب مرات او اصحاب المقالات بكتب انه تم تعديله من المقال الاصلي مثلا، يعني يفضل دائما اكتب المقال الاصلي، لو انه شيء والله من الصفر بديت فيه لا افضل تكتبي، اما ما انا برايي انه يضل في مكان المصدر، يعني هي اخلاقيا قبل اي شيء ثاني بتصير. ذكر المصدر ما بنقص من قيمة المحتوى والبوست المنشور، بالعكس ذكر المصدر بيعطيك مصداقية أكبر جدا، فما هو مش تنقيص. فأنا دائما بحاول أني أذكر المصدر بكل شيء حتى لو أني عدلت على البوست. شكرا حمزة. أوكي صبحي بعدين دعاء. يعطيكم العافية، سعد مساك أستاذ خالد السيد حمزة، شكرا كثير لكم على الورشة الرائعة. أنا بس بدي أعطي تجربة وليس عندي سؤال. هلأ بناء على نصيحتك سيد خالد، أنا شاركت جربت حتى فكرة أنه تشارك محتوى أجنبي من عند حدا أجنبي وترجمه أو تعطي رأيك وتعلق عليه. هذا الموضوع كتير جاب نتيجة وفائدة، أنه الشخص هو نفسه اهتم ودخل بروفايلي وعمل لي إضافة، وجاني أشخاص من شريحته نفسه من نفس المكان ضافوني وتابعوني. فهي النقطة حبيت بس أخبرك أنه أنا جربتها وأخذت منها نتيجة. هلأ النقطة الثانية تعليقا على السيد حمزة، النقطة اللي ذكرها بصراحة هي عدة تجارب. يعني التكست أحيانا انتبهت أنه لما عم بيكون النص طويل كلينكد إن بيعمل ريفيو أعلى من البوست اللي سطر وسطرين. هي النقطة. النقطة الثانية أنه نوع النص ما تحط بس معلومة، أنه أنت عم تكتب معلومة، لا حاول تطرح جدل، حاول تطرح موضوع فيه نقاش، فيه أكثر من وجهة نظر، وحاول ادعي الناس اصحاب هذا المجال بهالاختصاص. يعني انا مثلا مجالي بالاتش ار، ماشي، انا بكتب دائما بحاول اسمع وجهه نظر المستشارين في المجال، كيف يدور على فرصه عمل، كيف يعرف كذا، فبدخل للناس كل واحد بيحكي من وجهه نظره من واقع البيئه اللي هو جاي منها فبتفاعله. اما بس احكي والله لتلاقي فرصه عمل لازم تعمل 1 2 3، ما حدا لايك بالكثير، يعني ما حدا حيدخل يتفاعل كتعليق. فهي نقطة جدا مهمة، المحتوى يكون ليس فقط إخباري إنما هو يحث على التفاعل أو يحس إنه شاركني تجربتك، فيد بالباحث عن عمل من تجربتك، كيف أنت تجاوزت فترة المقابلات العمل وهي الأمور مثلا، فبتلاقي بيصير في تفاعل. أنا هاي كان تعقيبي على إنه المحتوى النصي مو دائما، وأتفق معك إنه هو أغلبه السلبي، يعني إنه اي حدا بيدخل بيشارك تجربته السلبيه انه عملوا معي بمقابله العمل هيك، سالوني هيك، سالوني هيك، بتلاقي هذا عامل وصول يمكن مقلش طبيعي. فشكرا كثير لكم، انا بس حبيت اذكر هاي النقطه لانه فعلا مهمين لاحظتهم بليد انه هي تجارب. يعني بصراحه عم نسمع من حضرتك، بنروح بنطبق بنجرب، قد اشوفها مفيده، قد الاقي شغله افضل، اسمع من السيد خالد كمان نفس الشيء، فهي صراحه تراكمي وليس انه شيء صح ستاندرد قاعده. يعني 100% شكرا شكرا شكرا. دعاء سؤالك، انا شفتك هربتي بس بدك تسالي. يعطيك العافيه، انه ما هربت بس نزلت ايدي انه يعطيك العافيه. استاذ بدي اسال هلا، انا كصاحبه مشروع يعني صغير، لما اتابع اي شركه او اي شخص مثلا مهتم باشياء ثانيه غير مثلا موضوع الاكل والخدمات الاكل وهي الاشياء، ممكن انه يعني من قدام انه يرجع يتابعني او يطلب مني، يعني هل هذا الشيء يعني انا اتابع اي شخص يعني ما بعرفه راح يكون في من وراه فايدة، ولا أنا أدور على ناس يعني بس الماميز أو ناس الشركات اللي تهتم بشغلة الأكل بأشياء معينة؟ أنا مش عارف مين أتابع بالضبط صراحة. هلا أنا ما فهمت سؤالك مصبوط، أنت يعني في موضوعك إنه أنت مين التابعي أو مش عارف مين التابعي، بس عشان تكون الصورة واضحة. أنا قصدي أنا عندي صاحبة مشروع أكل بقدم أكل، أوكي، هلأ الأشخاص اللي أنا بساعدهم اللي لازم أقدم لهم هذا الأكل، يعني مثلا أنت كشخص أنا تابعتك، أنت رح تستفيد مني مقدما يعني مستقبلا ولا لا؟ يعني أنا أتابع ناس يعني جملة ناس كتار، هل إيش رح يكون الفائدة علي بعدين؟ ولا أنا أروح على ناس فئة مستهدفة معينة لازم أروح عليها؟ هذا سؤالي. نفس الإنستغرام، نفس الفيسبوك، ولا يعني لينكدإن خلاص بتابع أي شخص وهذا الشخص ممكن يعود علي بعدين بفائدة ولا لا؟ 100%. هلأ شوفي، هو هذا سلاح ذو حدين، ما في إشي يعني ما في قانون ولا هو قرآن إنه إشي ثابت. أنت بتابعي الشخص اللي بدك إياه، شفتي والله ما بيعجبك آراءه تعملي له أنفولو خلاص ما بتابعي. هلأ بالنسبة لمواضيع مثلا مشروع أكل، أنت كمشروع أكل إذا حابب تسوقي له على لينكدإن، أنا ما أعتقد أنه هذا هو المكان المناسب لمثلاً تسوقي أو تجذبي الناس فيه. ممكن تعرفي على مشروعك على لينكدين
وتوديهم على انستغرام مثلا او على فيسبوك من خلاله، تحطي شويه انجازات مثلا، والله انجازات بمشروعك لها علاقه بمشروعك، بس ما تعتبريها واجهه تسويقيه لينكدين. لينكدين ما راح يكون شيء للمكان اللي راح تستفيدي منه. بالنسبه لمتابعه الاشخاص، زي ما قلت لك هي نسبي الموضوع، شوفي عاد كل شخص اذا بناسبك المحتوى اللي بكتبه بتتابعيه، ما عجبك انفولو. ومش شرط ما تتوقع انه والله حيرجع لك بفائده او كذا، انت يعني هو هذا الشيء زي ما قلت لك نسبي، ما في شيء يعني معين او ستاندرد نحكي فيه. كل شيء خاضع للتجربه، يعني انا انزل بس اشياء بيرسونالتي، يعني اشياء شخصيه عن تجارب، يعني ما انزل ما اعرض منتجاتي كاكل او اشياء على اللينكدين، صح؟ 100% انا احوله على الفيسبوك او على الانستغرام. عندك فيسبوك، انستغرام، تيك توك، هذول الاشياء يعني هلا هي وجهه الاكل عليها، لينكدين ما راح تستفيد منه، بالعكس يمكن الناس تبطل تتابعك، بيعتبروك سبام كذا، فلا يعني حرام تخسري ناس يعني فيها. اوكي ثانك يو. لا شكرا حمزه وشكرا دعاء. الساعه صارت 9 الا دقيقه. انا هلا نشرت رابط الكتاب على الجروب على الواتساب. حمزه وافق انه يكون جزء من المجتمع تبعنا، فراح يكون موجود معنا ان شاء الله بشكل دائم. شكرا كثير على هالمحاضره الرائعه، ممنون لك، وتعلمت شغلات كثير صراحه. يعني في شغلات انا ما حكيت عنها زي الفيتشر، زي اوبن تو مثلا، هاي التفاصيل المهمه. السكيلز ما حكيت عنها. السكيلز انا مره بس قريت عنها شغله انه ممكن تعيد ترتيب السكيلز، فمثلا اذا انت عندك 100% باول ثلاثة اول خمسة، بس في الدرجه الثانيه بدك تجيب عليها توصيات زياده، فممكن تعيد ترتيبها تحطها فوق على اساس هاي اول شيء الناس يشوفوها ويعطوك عليها توصيات. بالضبط، هي على التجربة، هذا كله يعني بده الواحد يجرب عشان يشوف. 100%. فشكرا ويعطيكم العافية، وراح أنشر التسجيل إن شاء الله على المنصة. شكرا، يعطيكم العافية جميعا. شكرا 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 كثير لكم سيد خالد، سيد حمزة، أهلا أهلا، يعطيك العافية.